مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع، حيث تشهد المملكة ارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق المملكة، وهناك فرصة لأمطار في منطقة الربع الخالي وجازان والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الاثنين. أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية أجواء حارة، العظمى في المناطق الشمالية الغربية 39 والصغرى 27، الشمالية الشرقية 42-29، شديدة الحرارة في المنطقتين الشرقية والوسطى، الشرقية 45-32، والمنطقة الوسطى 44-34، والمنطقة الغربية حارة 37-33، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر 26-18 درجة مئوية. أما يوم الثلاثاء فالأجواء المتوقعة أيضا استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية العظمى 40 والصغرى 29، والشمالية الشرقية 43-30، وأجواء شديدة الحرارة في المنطقتين الشرقية والوسطى، العظمى بحدود 45 والصغرى 32، المنطقة الغربية 38-33، وأجواء غائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية وفرصة لسقوط زخات رعدية خاصة في فترة ما بعد الظهر والعصر والمساء، والعظمى المتوقعة 26 والصغرى 17 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 42-29، والشمالية الشرقية 45-30، والمنطقة الشرقية شديدة الحرارة 45-35، والمنطقة الوسطى 45-32، والمنطقة الغربية 39-33، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر خاصة في فترات ما بعد الظهر والعصر والمساء، والعظمى بحدود 25-18. يوم الخميس أيضا أجواء حارة في المنطقة الشمالية الغربية 42 العظمى والصغرى 29، شديدة الحرارة في المنطقة الشمالية الشرقية 46-32، وأيضا شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية 45-34، وأيضا شديدة الحرارة في المنطقة الوسطى 45-34، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 39-33 درجة مئوية، وأجواء غائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، العظمى 25 والصغرى 19 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية الغربية 41 العظمى والصغرى 28، شديدة الحرارة في المناطق الشمالية الشرقية والشرقية والوسطى من المملكة، الشمالية الشرقية 45-30، والمنطقة الشرقية شديدة الحرارة 47 العظمى والصغرى 34، وشديدة الحرارة في المنطقة الوسطى 46-34، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 39-33 درجة مئوية، وأجواء غائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 27-28. الأمطار التي تهطل في المناطق الجنوبية الغربية قد تكون أحيانا مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وأحيانا قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه.
يوم السبت إن شاء الله أيضا استمرار الأجواء حارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 40 إلى 27، الشمالية الشرقية 43-29، والمنطقة الشرقية 43 إلى 31. أجواء شديدة الحرارة في المنطقة الوسطى 47 إلى 33، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 38 إلى 33، وأجواء غائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع سقوط زخات رعدية من المطر، العظمى 26 والصغرى 27 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.